السلام عليكم. النهاردة هنشوف ازاي نحول بذور الافوكاتو لتوابل. البذور بتاعت الافوكاتو لها فوائد كتيرة جدا، لو عرفتوها مش هتستغنوا عنها ابدا. اول حاجة هنجيب الافوكاتو وهنحطه في مية وخل ونغسله كويس بايدينا، بعد كده نطلعه من المية على فوطة وننشفه كويس جدا بالفوطة. بعد كده هنجيب الأفوكاتو ونقسمها بالنص بالشكل ده، هي طريقتها سهلة جدا. بعد كده نلفها كده ونطلع البذور منها بمنتهى السهولة. دلوقتي هنشوف ازاي نجفف بذور الأفوكاتو. بذور الأفوكاتو بيكون عليها قشرة من بره كده بني بالشكل ده، لازم تتشال بالسكينة الأول، وهي ما بتكونش لازقة خالص، بتتشال بمنتهى السهولة. وانا بقشر بذور الافوكاتو هقول لكم على فوائدها. فوائد بذور الافوكاتو كتيرة جدا للناس اللي عايزة تخس، يعني اللي بتعمل رجيم، بتساعد جدا على انقاص الوزن لانها بتزود من معدل الحرق، وكمان للناس اللي عندها دهون ثلاثية هي بتنزل نسبة الكوليسترول في الدم جدا، وكمان بتقلل ضغط الدم جدا. عشان كده اللي ضغط الدم بتاعهم واطي، يعني اللي ضغطهم واطي، انصحهم ما يستعملوش بذور الافوكاتو خالص لانها كده هتجيب لكم هبوط. بعد ما بنقشر بذور الافوكاتو بنقطعها بالسكينة لشرايح رفيعة، زي ما السكينة تجيب معاكم قطعوها، شايفين بتكون القطعة رفيعة كده. ممكن كمان تقطعوها بالسكينة، وممكن كمان تقطعوها اللي هي مقشرة البطاطس، وممكن كمان في الكبة اللي هي السكينة بتاعة الشيبس، عادي خالص اي طريقة تقطعوه بيها قطعوها. وعايزة اقول لكم ان بذور الافوكادو كمان بتقي من مرض السرطان، وكمان بتقلل من الالتهابات جدا، يعني تعتبر بذور الافوكاتو صيدلية متكاملة عندكم في البيت، وبالذات للناس اللي ضغطهم عالي. بعد ما نقطع كل البذور اللي عندنا هنحطها في صينية ألمونيا أو ستانلس، ونفردها في الصينية بالشكل ده وندخلها تحت الشواية عشان تتحمص. ولو عندكم اير فراير اللي هي القلاية الهوائية ممكن تحمصوهم فيها. لازم تتحمص كويس جدا، وكل قطعة من دول لازم تكون جامدة او ناشفة جدا، بس خلي بالكو عشان ما تتحرقش منكم. بعد كده هنجيب مطحنة الخلاط ونحط فيها بذور الافوكاتو اللي حمصناها ونطحنها في مطحنة الخلاط كويس جدا. هي بتاخد وقت شوية، يعني اطحنوها شوية ووقفوا الخلاط، بعد كده اطحنوها تاني لحد ما تنعم، وهي ما بتكونش ناعمة قوي، هي بتكون خشنة شوية، يعني ممكن تكون اخشن من الكمون شوية. اهي بعد ما طحنتها ده شكلها. بعد كده هنحطها في بطرمان، والبطرمان يكون ناشف تماما من المية، ويفضل ان هو يكون زجاج، ممكن تقعد معاكي سنة كاملة مش هيحصل لها اي حاجة خالص، ولا هتسوس ولا هتبوظ، وكمان بنحفظها برة التلاجة، يعني مش لازم تدخل التلاجة خالص. اهم حاجة ان البطرمان ما يكونش فيه اي مية خالص، وما يطلوش اي رطوبة خالص. احنا بنستخدمها يعني حوالي نص معلقة او ربع معلقة على كل اكل بتعمليه، يعني اي اكل بتعمليه سواء طبيخ او مشويات او اي حاجة، هتضيفي على الاكل ده نص معلقة او ربع معلقة من بذور الافوكادو، حسب طبعا كمية الاكل اللي بتعمليه. وممنوع تضيفوها على الرز الابيض، ممكن تنضاف على اي رز تاني، بس الرز الابيض يفضل لأ. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.